نتحول إلى شأن سوريا الآن، حيث قتل 10 مدنيين وجرح عشرات آخرون في غارة شنتها طائرات روسية على حي سكني في مدينة دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق. ويضم الحي الذي تم قصفه محالا لبيع المحروقات، وهو ما أدى لاشتعال الحرائق. ورجح ناشطون ارتفاع عدد القتلى بسبب وجود عدد من الجرحى في حالة حرجة.